كما عقدت قيادات المؤتمر الشعبي العام في مديريتي مناخة وصعفان بصنعاء لقاءً تنظيميًا لترتيب المشاركة في هذه المناسبة. لقاءات تعقدها فروع المؤتمر لتنظيم المشاركة في الحشد المقرر أن يحتضنه ميدان السبعين. فهذا اللقاء التنظيمي عقدته قيادات المؤتمر الشعبي العام بمديريتي مناخة وصعفان من أجل تحقيق المشاركة الفاعلة. نعقد اليوم اجتماعنا لتشكيل اللجان، لجان الحشد والدفع والتمويل وسائل النقل وكل ما يتطلب منا، سنكون جاهزين. خروجنا كمؤتمريين الخروج من أجل وطننا ومن أجل التحديات التي نواجهها من العدوان ودول التحالف. المشاركون في اللقاء أكدوا الاستمرار في مواجهة العدوان، واعتبروا أن الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر ستمثل لوحة تحدي للعدوان الذي أمقن في قتل اليمنيين. تحيات أبناء مناخة وصعفان للزعيم الرمز علي عبد الله صالح حفظه الله، ونحن مستعدين للحضور والمشاركة في يوم 24 أغسطس إلى ميدان السبعين. هذا الحزب هو الذي حكم 33 سنة وحقق كل المنجزات، والتي الآن نعاني من تهديمها من قبل العدوان، العدوان ضد اليمن، العدوان غير المبرر. تعزيز للوحدة الوطنية والجبهات الداخلية التي تواجه أسلاف عدوان مطلب كل أبناء اليمن. فهذه الاجتماعات خير شاهد بأن المؤتمر وأبناءه والمواطنين الشرفاء صخرة تتحطم عليها رهانة العدوان الخاسرة. نحن أبناء مديريتي مناخة وصعفان والمؤتمر الشعبي العام بشكل صمام أمان اليمن، هو من يقف بجانبه في مواجهة الجبهة الخارجية، يعني هو في الجبهة الداخلية من يقف معهم فهم في مواجهة العدوان ودحر العدوان السعودي على اليمن. مديرية مناخة وصعفان حراز عموما كسائر محافظات اليمن تستشعر المسؤولية الوطنية والبعد من وراء الاحتفاء بذكرى التأسيس، فلقاءاتهم هذه تتحول في 24 من أغسطس إلى حشد ملايني يقهر الغزاة والمعتدين. محمد جميل، اليمن اليوم. وفي ريما نظم القطاع النسوي للمؤتمر اجتماعا موسعا